معاليك، تم الإعلان عن عقد منتدى المهارات المتقدمة في القمة العالمية للحكومات، تحدثنا عن أهمية هذا المنتدى. طبعا القمة العالمية للحكومات اليوم أصبحت منصة عالمية تستقطب خبراء، تستقطب صناع قرار للحديث في كل ما يعني في المستقبل. اليوم الإمارات هي حكومة المستقبل. تم إطلاق في العام الماضي بتشكيل وزاري عدة ملفات للتعامل مع هذا المستقبل، من ضمنها ملف المهارات المتقدمة، وهو الهدف منه تأهيل الكفاءات الوطنية والمقيمة في الدولة للتعامل مع المستقبل. فوجود منتدى المهارات المتقدمة اليوم هو يهدف إلى أولا نشر الوعي ما هي هذه المهارات المطلوبة، وثانيا ربط العقول مع بعض لتحدث في آخر متغيرات هذه، وثالثا وضع حلول على أرض الواقع نستطيع أن نطبقها في الإمارات. حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت استراتيجية المهارات المتقدمة، ما هي هذه الاستراتيجية؟ وأيضا حدثنا عن هذه المهارات معاليك. طبعا هي بشكل أساسي 12 مهارة تم تحديدها للتعامل مع وظائف المستقبل، تتكون من 3 فئات. الفئة الأولى هي المهارات الأساسية، هي المهارات المطلوبة من الجميع بغض النظر عن خلفيتهم. على سبيل المثال المهارات التكنولوجية، اليوم إن كان إعلامي أو في التعليم أو في أي قطاع آخر يتوجب على الفرد أن يكون عنده مهارات في التكنولوجيا. مهارات علمية أيضا، وهنا لا أتحدث عن مادة العلوم، ولكن كيف نؤهل طلبتنا أنهم يفكرون كعلماء، كيف يشخص المشكلة، يضع لها حلول وتجارب أيضا. وهنالك أيضا المهارات المالية المطلوبة من الجميع، إن كان محاسب أو مهندس، الجميع مطلوب منه تكون عنده مهارات مالية. فهذه هي الفئة الأولى وهي المهارات الأساسية. الفئة الثانية هي الكفاءات الشخصية. لما أنا أحمد يتم تكليفي بمشروع، كيف أتعامل معه؟ جزء منه هو التفكير النقدي، ما أخذ الحلول الموجودة وأطبقها مباشرة، ولكن أفكر بطريقة جديدة. الإبداع أيضا، مثل ما يقولون بالإنجليزي think out of the box، كيف أنا أقدر أجيب حلول غير موجودة اليوم. والصفة الثالثة هي التعاون، أتعاون مع فريق متكون من جنسيات مختلفة من بلدان مختلفة، وأيضا التعاطف مع الآخرين. الفئة الثالثة هي السمات الشخصية، كيف أتعامل أنا مع المحيط المتغير حوالي، ومن ضمنها مهارة التكيف، مهارة التعلم مدى الحياة، مهارة أيضا القيادة. ما هي هذه الفئات التي تستهدفها هذه الاستراتيجية؟ طبعا هي شخصنا إلى 3 فئات رئيسية. الفئة الأولى هي الطلبة، وتشمل جميع الطلبة، طلبة المدارس وطلبة الجامعات. في هذه المرحلة يتم تأسيس المهارات، تغرسها من سن صغير. تكلمنا عن الإبداع، تكلمنا عن التفكير النقدي، تكلمنا عن المهارات المالية، فهذه كلها تزرع وتسقل في الطلبة خلال المرحلة التعليمية. الفئة الأخرى هم حديثي التخرج، اللي تخرجوا من حوالي من سنة إلى 15 سنة. يكون الشخص هذا عنده المهارات اللي سقلناها في المرحلة السابقة، ولكن ممكن المعلومة اللي عنده أصبحت قديمة. الفئة الثالثة هم ذوي الخبرة، اللي عندهم أكثر من 20 سنة خبرة. الشخص هذا يجب أن يتكيف مع المتغيرات، نعزز مهاراته التكنولوجية، نعزز مهاراته المالية، ونعودهم على التعلم مدى الحياة. في 3 فئات: الطلبة، حديثي التخرج، وذوي الخبرة. استراتيجية المهارات المتقدمة، تطبيق هذه الاستراتيجية من المؤكد أنه تطلب التعامل مع جهات مختلفة في الدولة. حدثنا مع من تتعاملون لتطبيق هذه الاستراتيجية وإنجاحها؟ طبعا ملف المهارات هو ملف شامل، مثل ما ذكر سابقا يتطلب المجال الأكاديمي، فنتعاون مثلا على سبيل المثال وزارة التربية مع هيئة المعرفة في دبي، مع الجهات المعنية التعليمية الأخرى مثل دائرة المعرفة في أبوظبي، والقطاع الخاص أيضا في التعليم. عندنا أيضا على مستوى الموارد البشرية، هيئة الموارد البشرية معنية بموظفين الحكومة، كيف نقدر نطورهم ونتأكد أن موظفينا موجودين اليوم في الحكومة مستعدين للمستقبل. هنالك أيضا جانب الآخر وهو وزارة الموارد البشرية والتوطين، هي معنية باستقطاب الكفاءات أيضا، فكيف نتأكد أن الكفاءات المستقطبة تلبي احتياجات الدولة المستقبلية.